الإصغاء إلى صوت الله كان مدار اتصال هاتفي للأرشمندريت بولس حداد مسؤول الدعوات الكهنوتية في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في عمان مع برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حيث تحدث قدسه عن أوضاع الدعوات الكهنوتية في الأردن معرجاً على موضوع الزواج والبتولية في تلك الدعوات، حيث يرى الأرشمندريت حداد أن كل شخص مدعو إلى الخدمة والقداسة وأن يكون فاعلاً في الحقل الكهنوتي ومتفانياً في تضحياته من أجل مساعدة الآخرين. أكيد هي الدعوات الرهبانية الراهبات والرهبان مضبوط في تناقص عموماً، يعني الدعوات العالمية في تناقص، ولكن أكيد أطلبوا من رب الحصاد ليرسل عمله لحصاده. بالنهاية عمل ربنا. يمكن عالم المادة اليوم دخل علينا ودخل على الكنيسة ودخل على العالم كله، وصار الناس ملتهين بكل شيء إلا بصوت ربنا للأسف. وبشوف الواحد يمكن حاله، بنات اللي يمكن اليوم بشوفوا حالهم عم بيشتغلوا وعم بيجيبوا مصاري وسيارة وإلى آخره، هذه مغريات العالم خلينا نحكي تلهي عن صوت، عن سماع صوت الله. في المقابل أكيد الحياة الرهبانية فيها صعوبات يعني للبنات وللرجال، فيها صعوبات، فيها تخلي، فيها طاعة، فيها نوعا ما تخلي عن أشياء كثيرة، عن التملك وعن أشياء كثيرة. يمكن هاي الصعوبات اللي اليوم بيعيشوها نعيشها كمجتمع للأسف في شح، في قلة في هالدعوات هذه في هاي الإطار. بس أكيد إحنا منصلي من أجل هالدعوات إنه ربنا ينمي صوته في قلوب كتير من هالبنات ومن هالشباب، لا يكتفوا آثار المسيح أولا وآثار كثير من القديسين اللي تركوا وزهدوا بالعالم واللي تبعوا المسيح عن جدارة.